ما حكم شراء أسهم من البنك ثم بيعها بالتقسيط؟ أي الشراء بالتقسيط. الأسهم إذا كانت ربوية لا يجوز شراؤها، تتعامل بالربا لا يجوز شراؤها. الأسهم إذا كانت مجهولة لا تعرف ولا يدرى ما هي لا تشرى، لأنه يشترط في البيع أن يكون المبيع معلوما، وهذه مجهولة، مجهولة للمشتري. أسهم، أسهم إيش أسهم؟ وش فيه؟ وش تعامل فيه؟ وين هي؟ كلام فقط أو على الشاشة فقط؟ هذا مجهول، هذا ولا يجوز. نعم.